السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفات، تحية طيبة لكم. يوم الخميس الثاني من شهر يولي 2020، هذا الفيديو سوف نتكلم فيه فقط على موضوع واحد، وهو موضوع مشروع القانون الذي قدمه السيد وزير العمل الألماني من أجل زيادة مساعدة الجوب سنتر بداية من سنة 2021. سوف أخبركم باقتراح وزارة العمل كم ترغب بزيادة مساعدة الجوب سنتر أصدقائي. المهم أصدقائي، مشروع القانون جيزيتس انتفورف هو مشروع القانون الذي قدمه هذا اليوم وزير العمل، يرغب بزيادة مساعدة الجوب سنتر بداية من 2020 إلى كل الناس المسجلين بالجوب سنتر. سوف نبدأ أصدقائي. قال بأنه العزاب يرغب أن يزيد لهم 7 يورو، يعني حاليا أو يرغب بزيادة 7 يورو، بحيث أنه بداية من 2021 الشخص العازب يحصل على 439 يورو. الأطفال من 17 أو الشباب من 14 إلى 17 سنة، الشباب في سن المراهقة والبلوغ، يرغب بزيادة لهم 39 يورو، يعني سوف يحصلون أو سوف تحصلون على كل طفل في سن الشباب سن المراهقة على 367 يورو شهريا. أيضا المتزوجين، الأشخاص المتزوجين الزوج والزوجة، سوف يحصلون على زيادة 6 يورو، يعني المتزوجين سوف يصبح مساعدة الشهرية هي 395 يورو شهريا. الأطفال الأقل من 5 سنوات، يعني من سن الولادة إلى سن 5 سنين، سوف يحصلون على زيادة 29 يورو، يعني على 279 يورو للطفل الواحد. أما بالنسبة للأطفال بين سن 6 سنوات إلى 13 سنة، سوف تبقى المساعدة نفسها هي 308 يورو، لن تكون هناك زيادة. بالنسبة للشباب إلى غاية سن 25 سنة ويعيشون مع أمهم وأبوهم، أو مع أمهم، يعني الشاب اللي عنده 18 19 20 21 22 23 24 24 سنة، يعني إلى غاية 25 سنة ويعيشون مع أهلهم، ستكون زيادة 6 يورو ويحصلون على 351 يورو شهريا. كما تلاحظون زيادة بسيطة ما تقررها الحكومة الألمانية لمن على الجوب سنتر، وهذا الأمر هو مشروع قانون جيزيتس انتفورف سوف تدرسه الحكومة الألمانية. لكن هذه المرة سوف يتم أخذ عقد الهاتف وعقد التليفون بعين الاعتبار، هندي كوستن، يعني هندي كوستن سوف يتم أخذها بعين الاعتبار. وإذا كان عندكم مثلا عقد تليفون يمكن أن تقدموه بداية من سنة 2021 طبعا إلى الجوب سنتر، وعندما يرون بأنكم تدفعون شهريا مثلا 15 يورو 30 يورو 40 يورو 50 يورو كعقد للتليفون، فسوف يتم أخذه بعين الاعتبار، ويمكن أيضا مساعدتكم في هذه الناحية. هذا ما يوجد بمشروع القانون جيزيتس انتفوف. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.